أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا وقال رب هب لي
أنت سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
ذلك الله يفعل ما يشاء.
اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين تدخرون في قلوبكم
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي أحرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا ما فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا
صدق الله العظيم.